وانا بقول البت عماله تاكل تاكل وبتخس. انا خسيت يا جماعه، الموضوع طلع سهل قوي، اقسم بالله اسهل من كده مفيش. عاوزه تخسي ما تقوليش لحد يا اختي انك عامله رجيم، عاوزه تخسي وانت عامله رجيم واتعزمتي روحي يا اختي وكلي وما تقوليش انك عامله رجيم، عاوزه تخسي ما تقوليش لجوزك او لخطيبك انك عامله رجيم، قول له مش قادره اكل يا بيبي هو ما هيصدق يا اختي. عاوزين تعرفوا ايه تاني؟ مستعجلين انتوا دايما كده مستعجلين. هقول لكم كل حاجه بالتفصيل. تعالي عايز اعترف لكم يا اولاد ان انا ياما عملت رجيم وجبت ادويه رجيم وعملت كل حاجه، وكنت بخس واتخن واخس واتخن وكورة كده عمالة ألف فيها. يشاء القدر إن لاقي واحدة صاحبتي خس. قلت لها خسيتي ازاي يا بنت؟ ايه ده؟ ايه الكمال اللي انت عملتيه ده؟ ايه ده؟ وايه ده فترة صغيرة قوي، خسيتي ازاي؟ قالت لي دكتورة غدا سليم. مين يا ولاد دكتورة غدا سليم؟ قعدت أبحث وأدور وأبحث وأدور على دكتورة غدا سليم لغاية لما لقيت. دخلت على طول على دكتورة غادة وقلت لها على حالتي، انا بحب الاكل قوي يا دكتور وبالذات بالليل، ادني طول اليوم تمام وبالليل بقى اقعد اكل. قالت لي خلاص حلك عندي يا بنتي وبسيط والسحر بتاعنا موجود، وهوب اخدت الكورس ده ودخلتني على الجروب بتاع المتابعه. الجروب ده بقى يا جماعه فيه كميه ناس دمها زي العسل، والدكتوره غدا بتتابع معانا واحده بواحده. ايه الكنز ده يا بنت يا لولو؟ الكنز ده كبسولات وجرين كوفي بس، ولا اسهل من كده. بس عشان الحق يتقال الدكتوره غدا قالت لي هاتي شريط كروميكس معايا تمام، وكمان علشان انا حابه برضو اطلع اقول لكم وانصحكم ان في كذا كورس عندها عشان مش كل حاله زي التانية. دي حاجه جبت الكورس وتابعت معايا، والحق يتقال ان شهيتي بدات تقل، وساعات كنت باجي ايام بجوع وكنت باكل وما بيحصلش اي حاجه وعادي خالص. وجبت الكورس من دكتوره غاده واخدته وما قلتش لاي حد عشان انتوا عارفين الشماته مين هيشمت فيا. وانا بقول البت عماله تاكل تاكل وبتخس. هو ده بقى السبب يا لولو؟ لا ده فيتامين عشان ينور الوش. وبتقول لهم بقى طب مين اللي جابه ده يا لولو؟ بفلوس؟ بفلوس ده اكيد طبعا. بس انا اللي جبت. ده انت طلعت عروبة. طب هات فلوس بقى عشان اجيب لك كورس عشان تخس. لا يا اختي شكرا، خس انت مش بس تخس. استنى بس هخسسك وانا هبلة خليك تخس. اوعي يا بت منك، ليه هتخلي جوزك يخس؟ انت خسي وخليكي زي العيلة كده جنب جوزك، خليهم هما يتخنوا، يبقى ابو العيال راح ابو العيال جه.